أخي الله يسعدك يا رب، تشرفت فيك والله. يلا وين كادرك؟ شكرا لطيف. في شيء معين بدك تسألي عنه؟ خلينا نطلع من الموضوع هذا. يعني شو اسمه؟ فساد واللي عم بيصير، وحتى مكافحة الفساد اللي عم بيحكوا عنها، يعني شو رأيك فيها؟ رنا؟ نعم. يلا حوار. طب لا، بس بدي احكي مع الضيف شوي، بصير؟ لا ما بصير طبعا. يا سلام، حبيته انا. يا سلام. يا سلام. بس يا عمر، ارفع شوي دايره. عن جد؟ ارفع شوي دايره. لا ضاربه يعني صراحه. يلا يا لؤي. بتحكي معي انا صح؟ مش محترم. معي بس لا مش محترم، ما بصير هذا الحكي. ممكن ايش اسكت؟ انا عم بحكي معه يعني، مش بعدين طبيعي انه يكون في حوار قبل التصوير. يا قبل التصوير. يلا صوت بالاستوديو، الصوت خلص ولا واحد يحكي. حبيته انا صراحه، بس بدك تفصل هاي اثناء الشغل صح؟ صوت يلا فادي. يلا رنا، يا رنا حكيت بشنو؟ مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم على الرابع في موسمه الرمضاني الجديد. اعتدنا دائما ان ننتقد سياسات ونهج الحكومه، سواء في الفساد، في الافقار، وحتى التبعيه، لكن في رمضان سيختلف الامر، وسنعطي الحكومه قسطا من الراحه، وسنستضيف في كل حلقه ضيف جريء مقدام لا يخشى اي سقف لديه حرية التعبير. ضيف حلقتنا اليوم ضيف مميز، ضيف لا يخشى السقوف ولا يخشى التعبير عن رأيه بكل حرية. ضيف اليوم المحامي الأستاذ طارق أبو الراغب. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. بداية، مريت بتجربة اعتقال سابقة أو لا؟ نعم، 3 مرات. ممكن تحكي لنا عن تجاربها؟ كانت بسبب حرية التعبير أو بسبب تصريحات معينة؟ يعني بس بدي أعدل على التقديم. أنا مش لا أخشى السقوف، ولكن أتبع السقوف الحقيقية الموجودة. نعم. وهناك ضوابط ما وضعها القانون، نحن نستخدمها، ولكن يبدو أنه بعض المسؤولين لا يريد حتى لهذه الضوابط أن تتم في الإعلام أو في الحراك الشبابي أو في الحراك السياسي. يريدون رتما واحدا يمشي عليه الكل ويساقوا كالأنعام بدون أي تفكير خارج الصندوق. ما نفعله اليوم هو خروجنا من الصندوق الذي أعد مسبقا لكل الفئة الشبابية الموجودة في مجتمعنا الأردني، وأن نذهب إلى أبعد حتى نصل إلى مراحل مهمة. أما بخصوص موضوع، ما بعرف هذا الصوت طالع منك ولا، والله أنا بعتذر منك صراحة، بس أنت لو أي، بس المفروض بس رمضان يعني. لا على الأقل الصوت تقدر تفصله. فبالنسبة لتجارب الاعتقال أو خلينا نقول التوقيف، تمت على أكثر من، طيب اوكي استاذ يعني بس اسمع، هاي اخر مره بتقاطع يعني، والا انا بدي اعتذر. حاضرين استاذ، ولا يهمك. كل شيء ولا زعلك. لا انت حركت الدنيا كلها. بطل حدا مرتاح معك يعني. انا لو اني شايفك يعني مش عارف ابصر شو يصير، بس يلا مش مشكله. يلا شباب، فايف نسال عربة. اوكي يلا، فايف فور ثري تو وان كيو. استاذ يعني انت مريت بتجربه اعتقال قبل هيك، ممكن تحكي لنا عن هاي التجربه وشو اسبابها، و شو ممكن أنت كمان تحكي للصحفيين أو ناشطين السياسيين بهذا الخصوص؟
هلا بالنسبه للصحفيين هي مهنه يعني بده يتوقع منها كل شيء. انا لم اصل الى مرحله انا اقول عن نفسي صحفي او اعلامي، انا محامي امارس مهنه المحاماه هواي، انا اقدم برنامج تلفزيوني، فانا يعني لا اريد ان اعطي نفسي صفه لا امتلكها وهي الاعلامي او الصحفي، لانه مهنه خطيره ومهمه. وبالنسبه لموضوع التوقيف عن جد انا حاسس انه في مزح بالموضوع. لا كاميرا خفية. هذا الزلمه مش بني ادم يعني. بعرف. لا هذا مش مدسوس، هذا هبيله. ليش تكذب على حالك؟ في شيء غلط يعني. خلص فكني منه يا زلمه. والله عندي انا مشاغل ودنيا. والله يعني انا بتعرف شغله. نعم. الله يسعدك، بس الضيف خلص بده يعتذر، بده يقوم. الله تعال نشوفك. طيب سلم علينا يا زلمه، مش انت خلينا نشوف خلقته كيف هو. بس شو جرى منك؟ شو انا هو؟ والله شو بحكي هون على فكره؟ شو جرى منك؟ انت كنت بتسالين عن توقيف؟ يعني انا احتمال انه اتوقف لسبب محق المره هاي. لا مش هيك يا جماعه، انتوا عن جد بتحكوا ولا بتمزحوا؟ في انا حاسس في شيء غلط يعني. نعم ايش انت بس انت لو تسكر هذا خلينا نشوف شو بدنا نتكرر. انا اسف والله يعني كان مش قناتي، مش قناتي صراحه، انا بعتذر منك يا حبيبي. ايش ايش من هذا العيب؟ بختارك؟ اعطيني هويتك شوي. شو اعطيني هويتك؟ اعطيني هويتك لو سمحت. انت اعطيني هويتك. علي اعطيك هويتك، تفضل اعطيني هويتك. لو سمحت ما بعطيك هويتك. بخلص برنامجي وبعدين اعمل رجاء. تفضل معي شو مالك؟ انت مين حضرتك؟ شباب. طيب كيف تفتح الصوت؟ علي بتفضل معك. مين انت؟ مين انت؟ صور كل شيء. يعني انت عشان معك تبعت الهاي تفضل معك؟ تفضل يا سيدي. مين حضرتك؟ تفضل معك. ما بتفضل معك غير معك مين حضرتك؟ اعطيني هويتك. طب اعطيني هويتك. اوعى دير بالك دير بالك. الله معك الله معك. على فكره استاذ طارق ابو الراغب محامي واللي يحكي غلط. طيب انزل هنا. يلا انزل هنا. يلا امشي من هون. انا بحكي بادب اكثر منك دير بالك. حبيبي نزل ايدك. يلا الله يلا حبيبي يلا الله معك. امشي يا لمين انت؟ مين انت؟ لا حد يصور. اوعى تفيدني. لا حد يصور. اذا انت مش مقدر حتى تكون انا مقدر. مين حضرتك؟ فرجيني انت شو؟ انت ايش؟ يا اخي لا تصرخ. ولك بصرخ وبلعن المنيح فيكو. مين انت؟ نزل ايدك. شو بالك؟ اوعى 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 تشتغل علي. لو سمحت ايه؟ دير بالك حبيبي. كيف بتمد ايدك؟ زي انا محامي وعارف شو قاعد بحكي. يلا اطلع يا حبيبي. اطلع خذ تقلع يا زلمه. وين مخرج التياس اللي عندك انت؟ كيف بدخلوه اللي قاعد بزعبر هذا؟ يلا حبيبي يلا. تحت جناي. كيف بيطلع من تحت يا زلمه مجانين؟ يلا حبيبي يلا. انت بعد جناية عين على راس. فرجيني هويتك. فرجيني يا هون عشان احكي معك. بغير هيك نسيه لك هسه. فرجيني هويتك. مين انت؟ ايه يلا يا يلا على تسجيل اطلع برا. اعطيني هويتك عشان احكي معك. طب لا تسرق. يا زلمه روح عن وجهي. انت روح عن وجهي. منرفزني ترى وجودك. انت منرفزني. انا وجودك منرفزني والله. حاسبني عميل. بلا تهدي شوي. انت اهدي شوي ورجعي لي هون حبيبي. انا شو بتقولي بحاسبك عايش؟ انا بحاسبك على وقفتك هون قبالي. شو رايك؟ يلا الله معك. في قانون بالبلد. مين انت يا زلمه؟ فرجيني مين انت؟ خلينا نحكي بادب واحترام يا زلمه. نحن ابو الادب عبود احترام. مين ما بتفضل معك؟ تفضل يا سيدي. روح جيب لي الرئيس تبعك. خليه فرجيني مين حضرتك. فرجيني معك مذكر التفتيش. جيبها وتعال. يلا حبيبي انت بتضيع وقتي. دير بالك انت بتضيع وقتي. بتضيع وقتك. شورش علي. جيب لي مذكر التوقيف. جيب لي مذكر التوقيف.
طب اطلع برا لو سمحت. كل قاعد يا زلمه شو؟ انا حاسس الموضوع مسخره ترى كلياته وحياه الله. يا زلمه روح اطلع ما بطلع معك. زيك لا ترفع ايدك. لا برفع ايدي شو رايك؟ برفع ايدي على اي واحد بيقل ادبه وانتم قاعدين قليلين ادب. جيب لي مذكرة وفرجيني هويتك بمشي معاك، غير هيك ما بمشي معاك. يلا الله معك. ما بعطيك هويتي يا زلمة، انت انا معروف مين انا، انت اللي مش معروف. انتوا شو بتصوروا قاعد يا جماعة بلا بدون جنان يا جماعة. قديناش مخرج الهبل اللي عندكم. حبيبي انت منرفزني ترى وجودك هيك منرفزني عن جد. روح اعطيني الاوامر تبعتك عشان امشي معك بأدب. فرجيني مذكرة اعتقال. ما بتفضل معك يا زلمة، هيني قاعد هون بستنى. روح جيب لي مذكرة يلا. يلا روح استنى. اسمع شو قاعد تستناني؟ خايف منك انا. يلا حبيبي يلا. يلا من الاستوديو يلا. يلا. شو اللي خلصت يا زلمة؟ حامي واعلان يا شباب. طيب شو اللي جابه؟ والله انت بس زيحي انت. الله يرضى عليك زين. اوعك تمد ايدك ترى اذا بتلمسني بحملك مسؤوليتي. روح جيب لي مذكره. اعطيني الاوامر اللي عندك يا زلمه. يا زلمه اعطيني هويتك مين انت؟ انا بجوز انت مزارع جاي تضحك علي نصاب. يا سلام. اه فرجيني مين انت؟ تحاسب مين يا زلمه؟ مين هذا طيب شو يعني؟ انت اذا مدير عمليات كيف مطلع لي عالم زي هيك هون؟ ايه اه يا زلمه شو مالك؟ واحد بيجي بيقول تفضل معي انا اي واحد اروح معه؟ يلا يا زلمه الله معك. الله معك. الله معك. شو بدك انت كمان؟ طيب شو بدك؟ تفضل معي. انا اتفضل معك؟ لا لا انا ضيفك يا زلمه هون قاعد. بدي ادخلك على المكتب جوا. ايوه لا انا هيني قاعد هون. روح جيب لي مذكره تفتيش خلنا اشوف مين انت، خاصه انت لان انا شاك فيك مش عارف ليش حاسك اشي غلط مش عارف ليش. روح جيب لي فرجيني مين انت. اذا شرطي بحطك على راسي، اما اذا انك مدعي وتتهبل ترى مش ناقص جنان. يلا طيب يلا روح فرجيني. اسمع فرجيني وصور. اوعى 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 تمد ايدك. اوعى ترفعها يا امشي يا يلا ولا يلا من هون. ايه يلا انا اطول السلاح كمان شوي. يلا يلا شو الجنان هذا يا زلمه؟ كيف تطلعوا ناس اي كلام من القناه؟ كيف مش قناه هاي فيها سكيورتي فيها صخام؟ هو خلص انا الموضوع كله انعج. انا حاسس في شيء غلط في الموضوع كلياته ترى من وقت المخرج المتخلف هذا اللي عندكم. معلش استاذي انا بعتذر. لا لا انا هسه بروح بنزل بدي اشوف مين ابن مره بده يوقفني. لا مش هنقعد بس شوي بس شوي بس شوي. شو بتصور قاعد اذا احنا قاعدين بنصور زي النواف معنا؟ بالله عليك يا مخويت. عملوا هيك قبل هذا اجى على عين الحدث وما تكمل اصلا. مشاهدينا كان معنا استاذ طارق ابو الراغب الاستاذ المحامي طبعا الغني عن التعريف. استفز بطريقه يعني مبالغ فيها. بنتمنى يكون مساءكم ابتسامه دائما. لاقونا بكره مع مطلوب جديد. باي باي.